ولتسليط الضوء أكثر على البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن الذكرى 18 لاحتلال بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان عضو اللجنة العليا السيد عبد القادر النايل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم وأوقات مشاهديكم الكرام. حياكم الله سيد عبد القادر. أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا في الذكرى 18 لاحتلال بغداد، حملتم فيه أمريكا مسؤولية معاناة الشعب العراقي خلال هذه الفترة. ألم تعقد أمريكا اتفاقا في 2008 خرجت بموجبها من العراق؟ نستذكر وإياكم والشعب العراقي وأحرار العالم اليوم الذكرى 18 لاحتلال العراق، وهذا الاحتلال الغاشم البربري الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية وهي تتحمل مسؤولية ذلك، لأنه غزت العراق من غير أن يكون هناك موافقة دولية وخارج إطار مجلس الأمن الدولي، وبالتالي هو اعتداء إرهابي على العراق. تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية ذلك، لأننا في 18 عاما والدم العراقي يسيل، 18 عاما وقد خلف هذا الاحتلال ملايين الأيتام الذين لا زالت دموعهم تحولت إلى دماء بفقدان المعيل والأبي. 18 عاما ونحن ننظر إلى الأرامل، مئات الآلاف من الأرامل وهن ثكالى، وننظر إلى ملايين النازحين وهم حيارى، وننظر إلى عراقيين تركوا أوطانهم بسبب الاحتلال وبسبب نظامه الدموي الذي أسسه إرهابا وقتلا وسفكا لحقوق العراقيين. نتكلم عن احتلال مركب بين أمريكا وإيران وبريطانيا، أساسه تدمير العراق وليس تغيير نظام أو حجج واهية. نتكلم عن 18 عاما ولا وجود لا لديمقراطية ولا للحرية سوى للدماء. لذلك الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية وهي لم تخرج من العراق إلى الآن، والعراق يرضخ بالاحتلال إلى هذه اللحظة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكلما يمر عام هو أسوأ من الذي قبله، لأن مشروع الاحتلال التدميري لا زال مستمرا على العراق وعلى شعبه. وهناك مسلسل انهيار واضح في العراق بعد الاحتلال حتى اليوم، يعني مسألة بناء عراق جديد والديمقراطية وحقوق إنسان وكذا لم نلحظها، والذين جاءوا بعد الاحتلال أو جاء بهم الاحتلال ساهموا في تدمير العراق حتى اليوم. الواقع العراقي يشهد والعالم ينظر إلى العراق بطريقة واضحة أن كذوبة الديمقراطية والحرية باتت كذبا. ملايين العراقيين خارج العراق بسبب آرائهم السياسية، وعشرات الآلاف، هذه ثورة تشرين تظاهراتها سلمية لكنها قمعت، فهل هناك نظام يدعي الحرية والديمقراطية يقتل المتظاهر السلمي؟ وقبلها تظاهرات المحافظات الستة، وقبلها تظاهرات 25 شباط، ولا زالت الضريبة تدفع بالاغتيالات لكل من يناهض أو يقول رأيا صائبا ضد الاحتلال أو مشروع العملية السياسية. لم يؤسس الاحتلال بعد 18 عاما وفي كل عام سوى حرية الدم العراقي الذي تسفك على أيدي جلاديه من الأحزاب السياسية الحالية بنظامها السياسي الدموي القمعي وبميليشياتهم المسلحة. على المستوى السياسي، هل فشل المشروع الأمريكي في العراق هو ما أنتج هذه الأحزاب والميليشيات، أم أن أمريكا هي التي أرادت أن تفرز التجربة في العراق تلك الأحزاب والميليشيات لأنها تعرف أنها تأخذ العراق إلى المجهول وإلى الدمار؟ أمريكا تعمدت في إذكاء هذا النظام الفاشل، وتعاون معها تلك الأحزاب تعاونا واضحا تماما، فهم تعاونوا وأوكلوا مهمة تدمير العراق لهذه الأحزاب وميليشياتها الذي اتفقوا مع إيران بهذا الصدد. ولذلك أمريكا تعمدت أن يكون العراق بهذا الانحدار وأن يذهب إلى المجهول، ولا زالت تتعمد ذلك أمام صمت رهيب ومطبق ومخجل للعالم الذي يرى العراق يذبح من الوريد إلى الوريد، وأنه لا استقرار في العالم.
كلما جاء السنة والإرهاب والفوضى تتمدد، يعني كان في العراق فقط والآن هو ينتشر في دول الجوار كسوريا واليمن، وبالتالي هي تذكي النظام الإيراني الذي ينشر الطائفية وينشر القتل والإرهاب. فأمريكا نعم تعمدت ذلك، لكن مشروعها التدميري قد تعطل في العراق. هي أرادت تقسيم المنطقة وخارطة الشرق الأوسط الجديد، وأرادت تقسيم العراق. ومن هنا حقيقة نحيي المقاومة العراقية التي أرعبت أمريكا ومرغلت أنف أمريكا في تراب العراق ودفنت جنود أمريكا في أمريكا، هي التي أوقفت مشاريع التدمير وعطلتها على مستوى المنطقة. إذا كانت المنطقة بكل دولها التي أرادت أمريكا أن تقسمها وأن تذهب لإسقاط أنظمتها وأن يعم الفوضى والطائفية والفساد والقتل فيها، فإن الفضل الذي عرقل أمريكا وأخرها هي المقاومة العراقية. كلنا عندما نذكر الاحتلال نذكر أن بوش المجرم هو يبكي في معركة الفلوجة، فتحية للفلوجة قلعة المقاومة ولكل المقاومين في مدن العراق الذين يقاوموا الاحتلال الأمريكي وأركعوه ومسحوا عار الاحتلال بدمائهم وبتضحياتهم، عندما حقيقة جعلوا من الجيش الأمريكي العوبة وجعلوه أمام العالم أضحوكة أمام هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم. نعم سيد عبد القادر، على المستوى الإنساني والحقوقي بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش فإن السلطات في العراق نفذت العديد من عمليات الإعدام القضائية غير العادلة، أين العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان التي بشر بها الاحتلال؟ أولا هو الاحتلال، هل الاحتلال طبق حقوق الإنسان؟ الاحتلال عندما جاء هو من ارتكب أولا بانتهاكات فظيعة واغتيالات ممنهجة واغتيالات متعمدة، وما فضيحة أبو غريب في سجن أبو غريب على المعتقلين والأسرى العراقيين لدى الاحتلال إلا شاهد حي على أن الاحتلال كان هو الذي يؤسس الانتهاكات حقوق الإنسان، ثم سلم ذلك إلى ميليشيات مجرمة تقتل وتمارس تحت سطوة الاحتلال. كلنا يذكر أن المجلس الأمن الدولي أوعز إلى أن سلطة الاحتلال والمسؤول عن العراق هي الولايات المتحدة بقراره، وبالتالي الولايات المتحدة اختارت، لأنها هي التي تقود سلطة الاحتلال، اختارت ميليشيات بدر وميليشيات أخرى قتلت العراقيين، وبالتالي فضيحة الجادرية وفضيحة الدريلات وكلها جرت تحت وصاية الاحتلال بقرار مجلس الأمن الدولي، فهم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن دفع كل انتهاكات حقوق الإنسان. لذلك العراق حقيقة كلما يمر عام عليه وتزداد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مروع ورهيب ودموي، يعني انتقلنا من عمليات الاغتيالات التي أسس لها فرق الموت لاغتيال الطيارين والضباط والأطباء والعلماء وأساتذة الجامعات وخطباء المساجد وغيرها، وانتقلنا إلى عمليات التهجير والاعتقالات واعتقال النساء، وانتقلنا إلى مرحلة التطهير المدن بالتهجير القسري والاستيلاء عليها وإنتاج الميليشيات، كل هذا يجري تحت الوصاية الأمريكية بطريقة واضحة. ولذلك عندما يحمل الميثاق الوطني الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الجريمة العظمى، فإنه يعلم أن اللاعب الرئيسي الذي سمح للاعبين الفرعيين بانتهاكات حقوق الإنسان هي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ عبد القادر، نحن اليوم نعيش في الذكرى 18 لاحتلال بغداد، وهناك الكثير في الحقيقة من الأسئلة الكبيرة والصعبة تطرح في هذا التوقيت، منها كيف يمكن للشعب العراقي أن يستعيد العراق وأن يحكم أبناؤه العراق بدلا عن مجموعات وميليشيات إيران التي تتحكم في مصائر العراقيين وفي خيرات العراق وتنهبها في الليل والنهار؟ هل يمكن أن يستعيد العراقيون عراقهم؟ العراق أمانة في أعناق أبنائه، والشعب العراقي اليوم، وهذا حقيقة لا نقولها مجاملة، بعد 18 عاما نحن كنا نتوقع أنه في الذكرى 30 من احتلال العراق سيكون هناك الوعي الواضح لكشف المشروع الأمريكي في العراق بسبب الأحداث التي جاءت وبسبب صنع الطائفية وتدخل إيران، إلا أننا في الذكرى 18 استعاد العراق جميع وعيه وكشف المؤامرات عليه، وبالتالي هو ينهض الآن ضد الاحتلال ويصوب الأمور وينهض ضد مشروعه السياسي الحالي، هذا المشروع الدموي الدكتاتوري الذي سلط على العراقيين من قبل الاحتلال.
اليوم هذا الوعي هو الذي سيقود العراقيين لإعادة كفاحهم من أجل استعادة وطنهم. فالأمل معقود بالعراقيين، لأن الوعي قد أصبح واضحا وكبيرا بين صفوف أبناء الشعب العراقي، والشعب العراقي سيواصل كفاحه ولن يتنازل عن وطنه. أين سيذهب؟ الكل سيعمل، والكل سيعمل باتجاه استعادة الوطن. نعم، عوامل النهوض كبيرة ابتدأت بالوعي، والآن في العراقيون في طور التكوين من أجل التمكين. لذلك حقيقة العراقيون معقود عليهم الأمل في كفاحهم، فقد هم صبروا على جميع المشاريع، وتكسرت جميع مشاريع الاحتلال على صمودهم وعلى ثباتهم، مشاريع التقسيم ومشاريع الأقلمة ومشاريع الطائفية ومشاريع القتل ومشاريع الحروب الأهلية، كلها حقيقة انتهتت ووئدت. نعم، فعلها الميليشيات، نعم ما جرى في العراق نكبة كبيرة من سفك للدماء، لكنها حقيقة تحطمت على ثبات العراقيين وعلى وعيهم. واليوم العراقيين حقيقة هم أصبحوا الرقم الصعب والمعادلة الصعبة الذي نهضت من جديد وستنهض في قابل الأشهر والسنوات القادمة لاستعادة العراق، وسيعود العراق إلى أهله مطمئنين من ذلك إن شاء الله. شكرا لك السيد عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر سكايب من عمان.